أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للأم أن تعطي ولدها من الزكاة إذا كان محتاجاً؟ الزكاة لا تحل للفرع ولا للأصل، ما تجوز تعطيها لأولادك وأولاد أولادك وإن نزلوا، ولا يجوز تعطيها لآبائك وأجدادك وإن علوا، ما تجوز من الفروع للأصول ولا من الأصول للفروع. نعم، لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليك، إذا كانوا فقراء تجب نفقتهم عليك. نعم.